ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. انصدم سليم عندما وجد افنان جالسة على الارض وتبكي بشدة، فاقترب منها ومنع نفسه من الاقتراب اكثر، فتحدث بضيء: بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت متعرفيش مين اللي كنت بتحبيه ده؟ افنان بصدمة: انت بتقول ايه؟ انت تعرف اني بحب واحد؟ مش انا الواحد اللي عارف، عامر وسيف كمان عارفين. افنان بفزع: عامر عارف؟ وسكت ازاي؟ هو هيقتلني. انت دلوقتي مرتي، وحبيبك ده يبقى زين ابن الغول، ابن اكبر مجرم في الصعيد، وهو السبب في كل الاذى اللي حصل لعمر. الغول مين؟ مستحيل، زين مش ابن حد مجرم، زين احسن شخص تعرفت عليه في حياتي كلها. لا، زين ده ابن اكبر مجرم هنا في الصعيد، ومن دلوقتي ما اسمعكيش تنطقي اسمه تاني، فاهمة؟ القى سليم كلمته وذهب. اما عند عامر كان يجلس في غرفته شاردا يفكر فيما سيحدث معه في الأيام القادمة، حتى أفاق على يدها الموضوع على ذراعه، نظر إليها لتتحدث بتوتر: مالك شارد في إيه؟ أزاح يدها بعنف: ملكيش صالح عاد، همليني لحالي دلوقت. ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا عاوز أعرف إيه اللي مضايقك بس. هب عامر واقفا وهو يغمض عينيه محاولا التحكم في غضبه، وتحدث ببعض الهدوء: همليني دلوقتي يا بنت الناس. بس انا قاطعها بزمجرته الغاضبة: انا اللي ههملك المكان كله، اقعد لحالك. تركها وذهب للخارج ليصفع الباب خلفه بقوة. نزلت دمعة حارة من عينها وهي تنظر لباب الغرفة المغلق. اما عند عامر فنزل إلى الأسفل وخرج إلى الحديقة ليستنشق بعض الهواء النقي حتى يزيل عن رأسه بعض التعب والتفكير، ثم نظر إلى السماء فلفت انتباهه ضوء غرفة نورسين، فتنهد بتعب وصعد. وقبل أن يدخل إلى غرفته سمع صوت في غرفة سيف، فدخل إلى الغرفة ووجده يتحدث في الهاتف. فتحدث: بتكلم مين؟ سيف بدي: كنت بكلم سليم، بيقول ان افنان قاعدة تعيط جامد ومش مصدق ان زين يبقى ابن الغول، بس هو مش عايز يقولك علشان ما تزعلش وتتعصب. عامر بعصبية: تصدق ولا ان شاء الله عنها ما صدقت، تولع بجاز وسخ، شكلي ما عرفتش اربيها زين بعد اللي عملته، تحمد ربنا اني ما قتلتهاش مكانها. اهدى يا عامر، سليم هيتصرف معاها وهو هيفهمها كل حاجة بهدوء، حتى لو مفهمتش تولع. ألقى عامر كلماته ودخل إلى غرفته، فوجد نورسين تبكي بشدة، فتنهد بضيء واقترب منها، وعندما شعرت بوجوده مسحت دموعها بسرعة، فتحدث: ما تزعليش، ما كانش قصدي، بس أنا كنت متضايق جامد. نورسين بصدمة: أنا مستحيل أزعل منك، بس استغربت انك بتكلمني زين. ضحك عامر بصوت عالي على كلامها، فسرحت في ضحكته وتحدثت بدون قصد: انت حلو قوي، وضحكتك كمان جميلة قوي قوي. عامر بخبص: انت اول مرة تشوف اني شكلي حلو؟ لا، انت شكلك حلو على طول. تعالت ضحكات عامر على منظر نورسين واحراجها، ثم اقترب منها وقبلها على شفتيها بشغف، ثم ابتعد ونظر إليها فوجدها تغمض عيونها، فاقترب منها مرة أخرى وقبلها على شفتيها بقوة وشغف. وفي الصباح في شقة سليم، دخل إلى الشقة في الصباح الباكر وطرق عدة مرات على باب غرفة أفنان ولكن لم تجب، ففتح الباب ووجد الغرفة فارغة، فانصدم سليم وتوقع أنها هربت. ظل يبحث في جميع الغرف حتى وجدها تقف في المطبخ، فتحدث بضيء:
انتي واقفة هنا ليه؟ بعمل الفطار، مش معنى اني مش موافقة على جوازتنا دي اني ما عملش وجباتي. سليم بسخرية. متشكرين يا ست هانم. اما عندي زين وقف ينظر الى والده بغضب شديد، فتحدث والده: اللي قلته هو الصح يا ولدي، مستحيل افنان بتحبني انا، ومستحيل تتجوز واحد تاني. وانا قلت لك اللي حصل، اتجوزت امبارح اخوها، جوزها سليم صاحبه في الداخلية، لسه عايزني ما قربش منهم. زين بحزن شديد: هي ازاي تعمل فيا كده؟ اقترب الغول من ابنه وتحدث بعصبية: ابن الغول ما يعيطش علشان حرمة، قوم كده وخد حقك بنفسك، وسيب لنا ابن الصاوي علشان حسابه زاد قوي معايا، وزمان دلوقتي ردي بيوصله على اللي عمله. كان يجلس على مائدة الفطور وهو يرتدي بدلته العسكرية وسلاحه أمامه على الطاولة، وهو يعبس في هاتفه حتى أعلن عن اتصال، فأجاب عامر وكان المتصل رأفت، وبعد دقائق أغلق الهاتف وأخذ سلاحه ومفاتيح سيارته وذهب بسرعة حتى وصل إلى المديرية، ودخل إلى مكتب رأفت وأدى التحية العسكرية. فتحدث رأفت بعصبية: إيه الاستهتار ده يا حضرة الضابط؟ عامر بدي: يا فندم دي كل المعلومات اللي جات لينا، كل المعلومات غلط، وفي 2 من ضباطنا استشهدوا و7 مصابين، انت لقبك سجان الصعيد بس شكل اللقب ده راح. دي غلطة يا فندم وانا هتحمل نتيجة غلطي، اتفضل على مكتبك. ادى عامر التحية العسكرية ثم خرج ودخل الى مكتبه وطلب من العسكري ان يستدعي جميع الضباط اليه، ثم جاءه اتصال هاتفي وكان المتصل نورسي، فصرخ عليها وأغلق الهاتف، وفي الجهة الأخرى وضعت نورسين الهاتف بحزن شديد، فكانت تتوقع أن بعد ليلة أمس عامر سيتغير معها، ولكن دون جدوى، فهو لم يتغير، فقررت أن تتبع معه أسلوب العناد، وأبدلت ملابسها واستأذنت من نادية أن تخرج، وأخبرتها أنها أخذت إذن عامر، وذهبت إلى بيت والدها وظلت جالسة مع أهلها إلى ما يقرب ساعتين، ثم خرجت لتركب السيارة، وقبل أن تستقل سيارتها جاءت سيارة سوداء كبيرة وتقدم أحدهم إليها وضرب سائق نورسين على رأسه، وانطلقت السيارة بسرعة. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.